وفتحت البوابات على بركه الله لتنافس جاد وافراس المستورد المتنافسه في الشوط الرابع على مسافه ال 2000 متر ومبلغ 36000 ريال بمشاركه كل من امير الشعراء الزاجل شايف نجم الطاي شبل شباب محبوب بندر متبكر ازبرقاوي سارد بي سبيل العسر حبيب سلطان فواز اللامي قرطاج لمح النظر فهم نوايا خير. هذه الاسماء يا جماعه التنافس على مسافه ال 2000 متر من جاد وافراس المستورد والتي لم تربح بالميدان السعودي. لمح النظر في المركز الأول مع محاولات تأتي من العسر مع أيضا المرشح أمير الشعراء يتحاذيان الآن العسر وأمير الشعراء في المركزين الثاني والثالث ومحاولات للتقدم من أمير الشعراء الآن بنصف رقبة للمركز الثاني للحاق بالمتصدر. لمح النظر في المركز الأول الآن المركز الثاني لأمير الشعراء العسر المركز الثالث مع محاولات تأتي من حبيب سلطان في المركز الرابع وأيضا وصول الشباب للمركز الخامس الآن جياد وأفراس المستورد المتنافسة في الشوط الرابع على مسافة الألفين متر. لمح النظر يحتفظ بالصدارة حتى الآن المرشح يأتي الآن للمركز الثاني أمير الشعراء مع راموس الآن في المركز الثاني ولمح النظر في المركز الأول حبيب سلطان يحاول التقدم وأيضا يأتي الآن شايف للتنافس الآن والوصول للمركز الثالث شايف مع محاولات تأتي محبوب بندر أيضا لتحسين موقع مع اقتراب الجياد من المنعطف الاخير لها في هذا الشوط ولمح النظر في المركز الاول امير الشعراء المرشح في المركز الثاني شايف في المركز الثالث مع محاولات تاتي محمود بندر ايضا وايضا محاولات تاتي من بقيه الجياد تحسين واقعه وامير الشعراء ولمح النظر لمح النظر امير الشعراء شايف يتقدم الان للمركز الاول شايف يتقدم شايف يبتعد سبيل ياتي للمركز الثاني شايف في المركز الاول سبيل المركز الثاني محبوب بندر والله يستر ان شاء الله والمركز الاول لي شايف